زيارة ميسي لمصر؟ والله ما كانش عندي اصلا فكرة قوي عنها يعني. سبب عزيمته امام باريس؟ سبب الغاء الزيارة؟ الخسارة اكيد هو لا يعني ممكن غير يعني هو ممكن ما يكونش فاضي واكيد يعني في منكش. مين ميسي ده؟ لا كريستيانو موجود يا جماعة، شوفوا لنا حد كده نتعايق بيه يعني. مش متابع والله. يمكن عشان مصر مش عاجباه قوي، مش قد معاهم. متهيألي ان هو ما جاش يعني عشان خاطر السياحه في مصر فيها حاجه غلط، او ان هو حاسس ان هو مش يعني مش هيبقى خايف ان هو جاي هنا. هو الفكره ان هو قبل الموضوع زياره مصر ده تقريبا بيوم كانوا بيلعبوا باريس سان جيرمان في دوري ابطال اوروبا فخسروا 4-0. يمكن هو ظروفه مش سامحه، مثلا عنده ماتشات، شايف ان هو شايف ممكن الموضوع ما يكونش يعني مهم بالنسبه له، لقاء بالنسبه له يعني، وممكن يعتذر عنه. هو موضوع كبير موضوع، بس هو المنكش هو الاصل الموضوع. بس لا القناه قالت ابو هشيم قال له لا مفيش مشكله يعني، في فلوس يعني، معانا فلوس. هوش تذكره فلوس تدفع تذكره طيران ولا حاجه. هو في لوش في الموضوع، لوش جامد عشان حال البلد بقى وكده. هو عمرو اديب، انا عارف هو عمرو اديب كان متفق معاه على مبلغ معين، ميسي قال له مش هقدر اعمل كده بالمبلغ. هو كان متفق معاه على 25 جنيه اكيد سمع عن مصر حاجه كده، على تقريبا 25 جنيه وجبه. هو بس تقريبا هو عمرو اديب طمع فخد الوجبه. هديك ال 100 جنيه دول عندك واشتري اللي انت عايزه. لا 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 لا، هي وجبه خفيفه من عندي، فاهم؟ هو حوار في منكش ولوش، فالموضوع الموضوع الموضوع فظيع، الموضوع فظيع. شايف اللفت بتاعته على الدائري وكده مغرقه الدنيا، مصلحه ان هو ما جاش.